ممنوع الطالب يقيم أستاذ. الرابعة أكلت لي مصطفى مني. عبد المنعم عمايري من حاز لأساتذة المعهد وبيحذر طلابه بهي الطريقة. يحق لإدارة المعهد فصل أي طالب دون أن يعلم أسباب فصله. اسفوري يا رياح وشققي خديك. بهلول أين أتابع؟ أول مرة قدمت على المعهد ما نقدم، ما بعرف ليش كان المعهد بدمر. ثاني أو ثالث مرة قدمت على المعهد كان هون بهذا المكان بالاستديو. من المشهد الأول بمسيرته الفنية قعد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية عبد المنعم عمايري بالذاكرة ل 26 سنة، وتحديداً للحظة قبوله بالمعهد يلي عاد لإله مكرماً ضمن ملتقى الإبداع احتفاءاً بمشواره الفني. هلا شو عم تعمل مازال أنت موجود؟ كملنا قصة ثواني. فأنا بحضر قصيدة ما فيها ولا حرف سين ولا حرف زين لشاعر مبنى حيدر بتقول: كوني امرأة كوني ولو للحظة واحدة دمع من فمن أو من جمن يقذف ألف دمعة مخبأة. كوني امرأة يا أنتي يا خيبة تموت خلف النافذات المطفأة. كوني امرأة وليحلم الثلج الذي في ناظريك بمدفأة. خفة ممتازة رجع عليكم من بعيد صوت ممتاز. وأنا طالع على الباب فلت مني حرف سين وصار فزدت لي شغلي غطا أستاذ فايز ومسكتها قال لي صوت ستايل هون جت المصيبة الكارثة. قلت له بنحكي بعدين. قال لي لا هلا اللي صفطت. عم قلت له استحفظ صداعي ما عادش مجالك ما عادش. قالت المفارقة الحلوة انه الخبير تبع الصوت قال له لك انا مظبطها القصة بخلال الفصل الاول بكون ظابطة. طيب سلام عليكم. بس هي التفصيل الصغير كل رفقاتي عم يتدربوا على الصوت اللي انا رابط لي خيط حاطط لي حجر بدمي لعرض لطور عضله اللسان بس مشي الحال بعدين. ومن هاللحظه بدات رحله عبد المنعم عمايري بالمعهد يلي استقبلوا طلابه بمجموعه من العروض يلي جمعت بين التمثيل والرقص. وحتى اداره المعهد كانت حريصه على جمع ارشيفه المسرحي والتلفزيوني يلي اختصر بدقائق معدوده ابداعه لسنوات. وبالجلسة الحوارية كانت أسئلة الطلاب عم تتمحور حول سبب ابتعاد العمايري عن المعهد وعن إمكانية عودته كمدرس بعد سنوات من الانقطاع. أنا دخلت على دفعة وأنا انسحبت منها لأنه حسيت ليس هذا المعهد الذي أعرفه، وكنت مستاء جدا من أكثر من كذا سنة لورا. فأنا فتت على المعهد. المعهد ما بالأرض ما نظيفة، تسيلب غير عادي. في فترة هيك مرقت، وبالفترة هي يمكن الصدفة إنه أنا أجيت وأنا ما بيهمني كل الموضوع، أفوت على الاستديو وأنا بسكر. يعني في قانون للمعهد، قانون داخلي، وفي قانون لإلي بالمعهد. يعني نحن أنا ليكو بالفن ما في هذا، يعني ممنوع واحد مثلا تأخر، ما في إلا إذا كان ميت، وميت بدهم يجيبوه لشوفه ميت قدامي. يعني مو انه يقولوا لي مات او ورقه نعوى، لا شوفوا مية بعدين ما بيجي. لازم يكون في احترام جدا وفي انسانيه كمان كثير. هدول كلهم مع بعضهم بينصروا. انا حاولت اجي وانا الحقيقه ما زبط. هلا اليوم وهي عم بحكي قدام صحافه وقدام الكل وقدام تلفزيونات وقدامكم، انا اليوم اشعر بدني، انا لاحظه بيبكي في شيء رجعان المعهد لاوجه. ورغم محاولة تهرب العمايري من الإجابة لكن الطلاب كان بدهم جواب ووعد. هلا بناء على الجواب كان واضح. هلا من كلام لما بيكون في ظرف صحي مثل الشيء اللي شفته اليوم أكيد بتشرب، بس أنتوا عندكم استعداد تتحملوا. قالوا دانا مرديني وشو اسمه وحلا رجب، هدول بتعرفوهم يمكن يعني بيعرفون يسألون، بس يسألون انتوا ماشي. وما في داعي يسألوا دانا وحلا لأنه عبد المنعم عطى أكثر من مثال حي خلال هالجلسة عن طريقة تعامله مع الطلاب. الرابعة أكلت لي مصطفى مني لأنه عم نحضر عم نعمل البروفا. ما هو بيحكيها ما عم بيحكيها، هو صديق كتير عم نشتغل سيليكون وعم بستناه 3 أشهر بدي بس اقتراح شوي. هو آخر شيء استاذ دريد لحام المسرح الدائري معبى ناس بيجي لعنده
عم بقلن بالكواليس شو الموضوع. يلا عم بلش. قال لي استاذ انا عندي اقتراح بس جا على بالي. قلت له هلا عم تقترح؟ لك اربع اشهر قاعد فوق راسك هلا عم تقترح؟ هلا عم تقترح. المحبه طبعا. ولما كنت معيد في احد النجوم الكبار ما حاذكر اسمه بجوز تحسس منه خليناه يجيب سنه رابعه خليناه يجيب ولي امره. تخيلي قد الشنطير جايب ابوه على المدرسه وحق الرب وجاب معه باقه ورد وقعد برا هيك براب الصف قاعد هيك عرفتي؟ بعد نزل من رفقاته وكذا وبيغمى عليكم على اساس وانا تعبان ما بصير. كنتوا متأثرين كمان انتوا انه هذا انه كثير اما مضغوطه مضغوطه نفسيا انا راسي عم يوجعني انا ما عم بتحمل ما عم بتحمل دق نفسي بقول لها داكي لا حبيبتي ما تخافي طولي بالك فيك تبسط لا استاذ والله عم تتعب نفسيتها انه على اساس الاستاذ عرفت كيف طلع هيك روح من قلعه روح. وهيك عرفنا كيف كان يتعامل مع الطلاب. بس وقت انسأل كيف كان يتقبل عصبية أساتذته ما تغير كتير الجواب. ممكن يمر على الطالب أستاذ أسلوبه إنه هو ممكن بكسر الطالب لو كان شغله منيح. فأنت كيف كنت تتعامل مع هذا الأسلوب؟ كيف كنت تتقبل؟ ممنوع الطالب يقيم أستاذ أو يختار أستاذ أو يقول ما بدي هذا الأستاذ. شو القانون هذا؟ هذا ممنوع ممنوع ممنوع. مين انت بعدك بس بمرحله تكوين انت على مزاج كلياتنا بنمرق فيها. ما مرجيك ما احنا مثال. لا والله ما بيحبني هذا الاستاذ ما بحب اسلوبه ما بدي اخلص منه نقنق وبعدين لا انا هذا ما ممنوع هذا ما بصير. هذا الطالب يفصل فورا في ماده بالقانون تبع المعهد رجعوا له يحق لاداره المعهد فصل اي طالب دون ان يعلم اسباب فصله. بس انه مو عاجبني الاستاذ هذا بيعيط كثير يا اخي بيسبسر كثير عصبي كتير. أنا أساس بعدك أنت بغوك أول سنة أولى وثانية ولا حتى ثالثة ولا حتى رابعة بالرابعة ها؟ يعني بس أنا عم بحكي على هي حياة المعهد. بس أنا جد ما أنا هاي القصات في موضة مرقت من فترة شوف ما وأنا هذا عجبني وهذا ما عجبني وهذا لا هذاك أحسن ولا بدي هذا الممثل والله هذا الممثل منيح تعجبوا إذا جبناه أستاذ عمار خلنا المعهد شو هذا؟ وكان للمسرح حيز كبير من هاللقاء لأرشيف عبد المنعم الكبير فيه وبالأخص أنه المعهد عرف عنه ببوستر الملتقى بالمسرح الفنان. لأنه هذا المكان يلي كان حلمي أدخل عليه لم أدخل إلى هذا المكان لكي أصبح نجما تلفزيونيا أو أحصل على شهرة أو مال. وخاصة في بداية دخولي للمعهد السنة الثالثة دكتور كان مخرج كبير بيدرس عنا بالمعهد أستاذ عيسى محقي طلبني على مسلسل ليل الخائفين كله أنا ما بشتغل تلفزيون. هذاك الوقت كان في عندي وجهة نظر مختلفة المسرح ثم المسرح ثم المسرح. ورغم جدية كلامه حول تجربته المسرحية لكن خفة ظله كانت تضغى بين السؤال والثاني. حضرتك قلت إنه بالبداية ما بشتغل غير مسرح الأول شيء ايه ضلت لا هلا ما بشتغل غير تلفزيون. ما بتصدق قد ايه بتشكرولنا دعم لو بتضلوا بتجوا تحضر يعني بس الواحد يصير نجم ما بعرف ليش بقعد تماما على هذا المكان ولا خلوك عم تطلع قلنا عم نقول لك اشتغلنا 18 سنه هون بهذا المعهد ليلا نهار رفقاتي عم يقطفوا مصاري واشتغلوا وانا قاعد هون بالمعهد ومعي حق فنجان قهوه شاغل 6-7 مسرحيات وعامل من كتب شو بدك لسه يا زلمه انا بصير نجم. ليكو الدكتور تامر لحاله لما حط الهاي شو كاتب لها؟ المسرحي المسرحي ما كتب لك الفنان لو عاملها مثلا كنت زلت. انا ما بحب هذا اللقب اول مره نشوفك ثلاث سنين مصاب حلوه كنت بالسنه الاولى صغير شوي ذاكرتك ما